مقارنة بالمرة الفايتة اللي قبل كان في الصباح أقل من المرة الفايتة. المرة هذيك يعني الناس تحسيتهم تعلموا يعرفوا كيفاش. كان بعض الناس الكبار اللي باقي اللي عندهم مشاكل هكا نعاونوهم معناها بالكلام بيان سور، حط قطعة ولا علامة قدام التصوير. المرة هذي أسهل هذا خلنا نتسعوا إن شاء الله نخرجوا العدد نتاع المرة الفايتة، ماحناش برشا بعد برشا. يوم طيب للغاية، تنظيم محكم، ما ثماش حتى قلق، الناس كلها في اتجاه واحد، كلنا نرغبوا باش نحبوا ننتخبوا رئيس اللي يهز البلاد نتاعنا، نحن الخلافات هذيا وهالقال والقيل وكلمات فارغة، نحبوا نعيشوا في الصحيح، إن شاء الله اللي انتخبته يكون عند حسن الظن، وأنا متأكد بقدرة الله اللي ينقذنا من الحالات اللي احنا فيها. وإن شاء الله يحطنا في المسار الصحيح اللي نكملوا به الأجيال اللي جاية على طريق صحيح. انتخابات باهية، ماشي في السوق باهي، ما سؤالات، ما ثماش تشويش، ما ثما شيء. قلت معناها عباد اللي تخاف ربي تصدق، وإن شاء الله يكونوا عند حسن الظن، وإن شاء الله معناها أعطينا اللي البشر اللي يخاف ربي مهما تكون ما تخافش منه. ما عندي ما نستنى، أعطيني معناها ينجح البلاد. ويقول معناها عبد معناها كما قلت لك بصدق معناها يخاف ربي، ما حاشتنا بشيء، ما حاشتنا بشيء. صوت مرتين يعني، صوت حداش وصوت في مره الثانيه، تو هذه في الرئاسه هي ثالث مره معناها. والله شوفوا تغيير مش بالرئيس، هي كلها تغير، يلزم ساعه الشعب يزم يخدم على روحه باش يتغير، مش باش يغير الرئيس باش يغير، لازم ثم وعي في الشعب باش يخدم على روحه باش يتعب الشعب مع الرئيس باش يتغير، باش يسوي خويا اعصاب باش يغير ما يغيرش. لازم وعي معناها شعب لازم يكون يعني. الجو باهي تاع الانتخابات والحمد لله، وحنا انتخبنا انه ريت تعطينا الامن يبدا باهي، اعطينا البلاد راكحه، اعطينا ندور نص الليل ماضي ساعه ما ساعتين في امان، هذا هو المطلوب من الرئيس. ومن بعد هالماكله غاليه والكل تو كل شيء يجي بطبيخ. نحب معيشه نتاع المعيشه نتاع القليله، لكن يرفق بهم شويه، ولكن يحب نقد تونس كما اوروبا حاسيلو حاجه باهيه نحبو، فهمت؟ وجيل الجبل الاحمر فما بقايا مش مبدوده بصراحه. المره الاخرى كما المره الاخرى انا جيت نقرات من المره الاخرى وحاجه باهيه عجبتني برشا. يا ميلا